لا ده ملعلت كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. أيوة أصلها ست بنت بلد على أبوه. طيب بص يا ستي، أنا راجل عادل عاوز أجي معاكي سكة. وأنا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي فيه ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنة الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهاردة مع الكرومب. مستنيني، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. إيه الريحة دي؟ إيه يا أنسة؟ إيه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك أصل الموضوع خطير، بس الريحة أخطر. إيه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوك. مستر منير، مستر منير. ايه حاجة مهمة، أرجوك حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برا. لا إيه ده؟ إيه دي بتزيد؟ بتزيد؟ يا ساتر يا رب. طب ركب شفاك يشرح. هركب هركب. يا عيني. أرجوك اتفضلي أرجوكي. إيه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ وحياة أمي أجيب آخرك. ويلكم تو ايجيبت.
We will start 5 minutes only. You have coffee? Coffee, yes. Okay. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون. يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره مالها تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت. وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي. شوف لي بس موضوع الملف اخلص حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا. ويلكم. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا مخبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت خلتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعاد دل. خير يا خالتي؟ خير خير زي ما تقولي كده. في بيني وبين سعاد دل وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت؟ ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا. الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بنته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد. هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اظبط الباي والتراير. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني؟ يا عم معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل؟ انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات عايز نعمل ايه؟ جايين النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه، اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا امور يا عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ احنا مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومنين انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا. انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي. انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت؟ منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح.
امبارح ده؟ عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معاها ايه دي؟ عملت غلط والله. انا فهمت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت؟ ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. يا حيوان ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا السوسته جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي وعبايه يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انتي مش فاهمه، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سو انا مش سهله، انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة هدى تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا. غاية في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي. على جثتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تس. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا، انت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما تقفليش هلا بقى، تقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي. فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلو ده. ماشي. والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟
يلا العروسة وكتاب الليلة وجات ما لقيتش كل حاجة جاهزة هتسمعوا ألفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقة نفسي يا سو. Such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير؟ لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكرة أنا بجد اللي مش مصدقاكي، أنت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص إن أبوكي متجوز البيئة اللي اسمها صباح دي. إزاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever. أنا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين أشوف طريقة أخليه يطلقها. أي بس هتخلي ست البيئة دي هي وشريهين يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ أمال أخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عناية. أسيبها يعني تاكل بعقله كنافة؟ حلاوة يا نالي حلاوة. تس 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 تشيك تشيك إيه ده؟ تشيك سمايك تشيك سمايك. أيوة الله الله الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراولة ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني. مبروك للحاج. أنت مين يا حيوان أنت؟ أنا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني أنا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب؟ يعني حيوان أهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعت الفرح، يعني تقدري تقولي عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اس في كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟